أنا أحتاج طبيب نفسي، رجاء يحتاج طبيب نفسي، كلنا نحتاج أطباء نفسيين، لا بأس في هذا. أنا لا أروج لعيادة، أنا لست طبيبا نفسيا، لكن نحن نحتاج أحيانا أطباء نفسيين. ليست شتيمة أن نلجأ للطبيب، أن نلجأ للصاحب نتكلم معه يؤنسنا، أن نلجأ لأحد نخبرنا أخبره بنقاط ضعفي فيشد من عزيمتي. ما لها علاقة في الدين، أنت المكتئبة وأنت الحزينة رغم توفر النعمة، أنت الضايق صدرك رغم وجود اتساع الكون، فالعيب فيك. الإسلام لا يمهد لك طريقا، إنما يضع يدك قدمك على الطريق، وأنت عليك أن تمشي. فالإسلام لا، ليس معنى الإسلام سعادة. في ناس ماتت من أجل الإسلام، في ناس افتقرت من أجل الإسلام، تصدقت بكل مالها كأبي بكر. في الصحابة ماتوا من أجل الإسلام. ليس معنى أني مسلم أني سأبقى سعيد والابتسام 24 ساعة. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا، أنت ستبتلي وتبكي وتصارخي وتفقد المال وكذا، ليعلم الله عز وجل إيمانك. فلا تظن أني أنا مجرد إسلامي معناه أنا سأصبح أسعد إنسان في العالم. هذا في الآخرة سعدوا، أنا في الآخرة، لكن في الدنيا سأبتلى. ومن علامة وأسباب طلب السعادة ليس فقط أن تكون دينية، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة صلى الله عليه وسلم، والصحابة ألقوا على نفسهم قشر البطيخ في المسجد رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يتمازحون الصحابة. السعادة ليس فقط أن تطلبها بالدين، هذه أصبحت رهبانية. السعادة أيضا تطلب بأمور الدنيا، أركض، ألعب سيكل، ألعب دراجة، ألعب بلاي ستيشن، أدعي أصدقائي. حنا فاهمين الدين غلط، حنا نريد سعادة تأتي أنا ضايق صدري يا شيخ أسجد لله واقترب. نعم شيء ديني جميل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، أنا بصلي يا شيخ وبسجد لله واقترب، لكن أريد حد آدم في الجنة وأمام ملكوت الله وخلق له حواء ليأنس بها وهو في الجنة، فكيف أنا في الدنيا تعب ونكد وشقة وهموم وديون؟ وضع طبيعي أن أشعر بأني أحتاج للسعادة، ربما سعادتي بجمع أصدقائي أجمعهم، سعادتي ألعب بلاي ستيشن ألعب، سعادتي أضحك مع أحد أضحك، سعادتي كذا سوي، طالما ما هو حرام افعل اللي تريده اسعد. سعادتي أركض يا شيخ أركض، سعادتي أسبح أسبح، سعادتي أتصارع مع أخي وحطه على الأرض يحطني على الأرض، افعل وتصارع للصبح. هذا الدين، هذه الحياة. لذا أنا ضد أن تجعل الحياة فقط مع محور الدين تمشي، ضد، لأن نحن نفوس بشرية. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة كان قوام صوام، كان يركض مع عائشة ويسابقها ويلعب مع الصحابة ويلعب مصارعة مع الصحابة ويتسابق معهم بالفرس صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الحياة موازنة. لا تظن بعض الناس يريد أن يحصل السعادة أن يكون ملتزما، لا، كن ملتزما ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كن ملتزما ولا تجعل رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لا يريد الله رهبانية، كن إنسان، هذا الذي يريده الله. مع ربك أسجد واقترب، ومع الناس اضحك وانصح وأرشد الناس، هذا الذي يريده الله. وازن بين روحك وجسدك، بين عقلك وعاطفتك، بين ضحكك وبكائك، بين سجودك وقفزك، بين لعبك وجدك، هذا الذي يريده الله.